اما نشوف يا عم حاربي ماشينا ورا صلاح بتاعك ده يودينا لحد فين. يا عم بطل عبط وكلامك الفارغ اللي يودي ولا يجيب ده. روح انت دلوقتي ظبط مع السواقين واديهم عنوان مخزن عنتر الجديد وبحصل لي على مستودع. ماشي يا عم حاربي، نشوف اخرتها معاك. ايه الاخبار يا معلم بركه؟ كله تمام يا كوماندر. عفارم عليك، اشتغل في جيم يا عم بدل ما تلخبط. عم ازيك يا معلمة؟ فينك من امبارح يا حربي؟ غصب عني والله يا معلمة، كان ورايا مصلحة كده باجي وراها. خلصت المصلحة ولا لسه؟ فاكر عنتر بيه اللي كنت بجيب من عنده الخردة واللي خلصنا الموضوع ده مع رشوان؟ اه فاكراه طبعا. اهو اتضح بقى ان عنده مخازن خردة مليانة لتم تاني. رحت عشان اتفق معاه ان اشيل كل الخردة اللي عنده. بقيت بتعمل مصالح من ورايا اهو يا حربي. ايه ده معلمه؟ انت فاكره اني بعمل المصلحه دي لنفسي؟ ده ليكي. ليا انا؟ المصلحه دي ليا انا؟ اه طبعا. بكره الصبح هتشوف العربيات وهي جايه محمله خرده ما كنتش تحلمي بيها. طب لما هي مصلحه لحسابي ما قلتليش من الاول ليه؟ ليه جاي تفاجئني؟ حبيت اعمل لك مفاجاه يا معلمه. وبعدين انا عايزك يعني تبعدي عن قرف الشغل والمستودع والكلام اللي انت فاهماه ده. عايزك تتهنيني وتتستتي وترتاحي وتسيبي قرف الشغل ده ليا انا وزين. بقيت بكاش قوي وأونطجي قوي وشاي قوي يا حبيبي. أنا بكش على الدنيا كلها إلا عليك أنت يا ست الستات، يا أحلى وأجمل معلمة فيك يا مصر. طب جاي النهاردة ولا مزوغ؟ وأنا أقدر أزوغ برضه طبعا. جاي هستناك. ماشي حربي. أيوة زين. عايزك تعالى. طب بالإذن يا معلم. وده عايزه ايه دلوقتي؟ بتقول عايزك في حاجه مهمه. حاجه ايه؟ انا مش عرفني انا. طب بقول لك ايه؟ لغي انت المعلمه على ما اروح اشوفها عايزه ايه واطرها. ربنا معاك يا صاحب حبيبي، اتكل على الله. صباح الخير يا استاذ اماني. صباح الخير يا سيدي. ايه؟ قفلت تليفونك من الصبح ليه؟ لا مفيش والله، اصل البطاريه بس وقعت ونسيت اشحنها. في حاجه؟ اركب. اركب على فين؟ اركب بس وبعدين هقول لك، في مشوار مهم لازم نروحه مع بعض. طب مشوار ايه بس؟ افهم الاول. نسيت اركب وبعدين هقول لك. يلا. ايه يا زين حكايه صاحبك حربي ده مع البت اللي كل شويه تنطط له دي؟ البت دي ده اصلها بتعمل عنه موضوع في الجورنال بتاعها ده، فيعني بتاخد منه شويه حوارات كده. حوارات صاحبك كترت قوي اليومين دول. اه انا عارفه انك صاحب واقرب واحد لي. هسالك سؤال وجاوبني عليه من الاخر من غير ما تكذب. ايه اللي بين حربي والبت دي؟ نعمل اللي انا اعرفه قلته لك يا معلم، بس انا اقول لك كلمتين وتصدقيني. قول. حربي ده صاحبي وانا عارفه كويس قوي. بنت زي الصحفيه دي ما تملاش عيني خالص. دي بنت كده فرفوره وخفيفه قوي يعني. الست اللي تملى عين حربي بجد لازم تكون تقيله وراسيه ومال وردومها كده. ما يمكن ريقه جري على البنت الخفيفه الفرفوره اللي مش عاجباك دي. لا لا، حربي ده تقيل تقيل قوي قوي. هو زي ما بقول لك كده، كلام جرايد وحوارات وخلاص. شكلك صاحبه قوي وبتحبه قوي. على العموم نصبر، احنا رانا ايه؟ نصبر على صاحبك وحواراته وكل حاجه ليها اخر. ده يوم المنى يا حنفي باشا. اليوم ده انا مستنيه بقالي سنين. امتى بقى؟ قريب قوي. المهم عايز حد من رجالتك يراقبه طول الوقت، من اول ما يخرج بالمنطقه لحد ما يرجع لها. اعتبره حصل. ازيك يا منى؟ ها جبت كل حاجة؟ جبت كل اللي طلبتيه مني يا ستي. اوعى تكون نسيتي بيت حمزة. اخسى عليكي. معقول انسى حاجة زي دي؟ قولي لي بابا فين؟ جوه بيريح شوية. المهم أكدت على رؤوف يجي النهاردة؟ أكدت عليه يا ستي. أماني جت ولا لسه؟ لسه، على الله ما تتأخرش النهارده. على الله.
ايه يا حربي وقفت ليه؟ بصراحة يا أستاذ أنا شايف يعني إن المقابلة دي ملهاش أي لازمة وإنها مضيعة للوقت. وبعدين نعيم بيه السيوفي ده عايز يقابلني بتاع إيه؟ عادي، عايز يتعرف عليك ويتكلم معاك. إشمعنى؟ إشمعنى دي يا حبيبي؟ أيوه إشمعنى أنا بالذات اللي عايز يقابلني؟ يا سيدي هتشوفه وهتعرف كل حاجة. بص يا أستاذة أنا كفاية عليا أوي إني بقابلك وبكلمك، وأي حوارات أو مقابلات أنا تحت أمرك، لأن بصراحة يعني ارتحت لك واستجدعتك وشايف إنك بنت بلد زيي. لكن نعيم بيه السيوفي ده انا معرفوش. هتعرفه وكمان هترتاح له اكتر مني. وبعدين مش بيقولوا معرفة الرجال كنوز؟ يلا يا حربي بقى الراجل مستنين عشان خاطري. انا عشان خاطرك اروح اخر الدنيا يا استاذه. حاضر. ياه اخر الدنيا مره واحده؟ لا يا سيدي احنا مشوارنا اقرب من كده. يلا. صلي على النبي. ده ايه الحلاوه والجمال والطعامه دي كلها يا استاذه؟ ايه يا حبيبي وقفت ليه تاني؟ ده انا كنت فاكركم جورنال تعبان وعلى قد حاله. اشمعنى يعني؟ مش جورنال معارضه؟ بس المعارضه طلعت العمليه مبشبشه معاها على الاخر. بس كويس يعني حلو. هو ايه اللي كويس وحلو؟ يعني لما الحكومه العمليه تبقى مبشبشه معاها والمعارضه برضو العمليه تبقى مبشبشه معاها، يبقى ربنا هيكرمنا بقى والعمليه تبشبش معانا بقى ان شاء الله. انت مالكش حل، تعالى. معلش. السلام عليكم. اتفضلي يا استاذ. ميرسي يا عم صبر. اي خدمه تانية؟ شكرا. مساء الخير يا انسة رشا. مساء النور. ممكن تبلغين عندي ان انا وحربي موجودين؟ ثانية واحدة. مين دي؟ السكرتيرة نايم بي. الإنسان اللي يكون عنده سكرتيرة زي دي أكيد هيكون إنسان عصبي. تفضل نايم بي مستنيكم. أهلا أهلا يا حربي. ده إيه النور ده؟ يا مرحب يا مرحب. ربنا يخليك يا باشا. أنا سعيد إني قابلت شاب شهم زيك من شبابنا الواحد يا ابني. اقعد يا مين اقعد. اتفضل. تشربيه. ربنا يخليك يا باشا. جد؟ ربنا يخليك. طب تدخن؟ لا يا باشا. انا كمان نفسي ابطل التدخين والله خالص. المهم انا من كتر اللي حكيتهولي عنك الانسه اماني اصريت اني اقابلك بنفسي واتعرف عليك على طول. ده شرف كبير لي يا باشا والله. لا شرف لي انا يا ابني. لو كل واحد عمل اللي انت عملته ده كان حال البلد دي بقى غير كده خالص. لا والله انا ما عملتش حاجه يعني. ما عملتش ده ايه؟ لا عملت. انت وقفت في وش الظلم وقلت له لا وقاومته وخلصت منطقتك من بلطجي مفتري كان مسود حياه الناس ومنغص عليهم عيشتهم. عشان كده اللي انت عملته ده هيشيل هم كبير من فوق قلب ناس كتير صدقني. طب الحمد لله يا باشا. وعموما اهل المنطقه اللي انا وقفت معاهم دول اهلي وناسي. واللي مالوش خير في اهله مالوش خير في ناسه. وعلى راي المثل الصاحب اللي يضر للخلف ضر. مش كده يا باشا ولا ايه؟ الصاحب اللي ايه؟ اللي يضر للخلف للخلف ضر يا باشا. حلو حلو قوي. يضر وضر. لا مظبوط كلامك يا عارف. تمام 100% صح كده. وعشان كده يا ابني انا اصريت اني اقابلك. ايوه سعادتك اصريت تقابلني ليه بالظبط؟ شوف يا اخ حربي يا باشا. شوف يا اخ حربي انا عايز اساعدك واقف جنبك لان انت فعلا تستاهل. انا سمعت ان المنطقه اللي انت عايش فيها منطقه فقيره قوي والناس اللي هناك كلهم غلابه ومحتاجين. عشان كده عايز اساهم في ان احل اكبر قدر ممكن من المشاكل بتاعتكم. هو سعادتك ناوي ترشح نفسك مجلس الشعب عند دائرتنا؟ مجلس شعبي. معذور معذور يا ابني. اه والله يا مالي معذور عندك حق. وهم بييجوا ايام الانتخابات يقعدوا يقولوا شويه كلام كده ويعملوا شويه حركات وبعد ما ينجحوا في الانتخابات الدايره ما بتشوفش وش النايب بتاعها. لكن انا ماليش في السكه دي خالص يا حربي. انا ماليش في سكه الكلام ولا حاجه قصاد حاجه.
ولا اديني صوتك عشان اخدمك. يعني سعادتك عاوز تساعدنا كده لوجه الله؟ تزعلش مني يا باشا، اصل انا يعني اللي في قلبي على لساني على طول. حربي هو نعيم بيه كده، بيحب يساعد الناس لوجه الله، هو ده هدفه في الحياه. شوف يا اخ حربي، انا عايزك تقول لي بالظبط ايه المشاكل اللي بتعاني منها المنطقه عندكم، وتقول لي كمان الناس هناك محتاجين ايه بالظبط. والله يعني هو من ناحيه الناس محتاجين ايه، فالناس محتاجين حاجات كتير قوي. الاولويات يا حربي، قول لي على الاولويات. حاضر يا باشا، هفكر واشوف وابلغ سعادتك. يا سلام يا فندم، لو كل مقتدر في البلد عمل زي حضرتك وتولى منطقة أو حارة فقيرة، مشاكل البلد كلها تتحل. مش بس المقتدرين يا أماني، لا، في ناس كتير قوي حربي بيعملوا خير وخير كتير، بس للأسف صوتهم واطي ضعيف مش واصل ومحدش حاسس بيهم. عشان كده دورنا إحنا بقى كصحافة حرة إن إحنا نسلط عليهم الأضواء عشان يبانوا للناس، وبالطريقة دي يشجعوا ناس كتير غيرهم ان يعملوا زيهم. في مثل حي قاعد معانا اهو، الاخ حرب. حرب يا باشا، حربي. حربي يا اخي حربي، حتى اسم ما يتنسيش، ربنا يكرمك. ده اسم مصري صميم، بس الدماغ بقى يا ابني. مفيش حاجة يا باشا، والله يا باشا عادتك حلوة وكلامك احلى، بس يعني لما اخذ بقى انا اتأخرت على اكل عيشي ولازم استأذن. طبعا عندك حق، اكل عيشك اهم. مفهوم يا حربي؟ يا حربي مفهوم. تمام يا باشا، تمام. يلا اتفضل باشا. السلامة يا حربي. السلامة يا باشا. اعمل حسابك ان احنا لازم نتقابل تاني. طبعا يا باشا، وقريب ان شاء الله. ان شاء الله. ها ايه رأيك؟ في ايه؟ في نعيم بيك؟ الحقيقة مش عارف. الراجل ده كان عايزني ليه بالظبط؟ ما هو قال لك بنفسه يا حربي. ولا كأني سمعت حاجة. يعني إيه؟ يعني اللي عايز يعمل خير مش مستني واحد زيي عشان يبقى وسطته في عمل الخير، لا يعمله يا ما يعملوش. أنت غريب قوي يا حربي. بص يا أستاذة أماني، أنا ياما لفيت ودرت واتلطيت، عشان كده مش سهل أصدق إن في حد في الزمان ده يعني لسه موجود إنه يعمل خير لله في لله كده. جرب وأنت تشوف. هقول لك على حاجة، شوف المنطقة عندكم محتاجة إيه وقول لو عملوا يبقى خير. دي طيبة قوي يا أستاذة أماني، وقلبك أبيض، اللي زيك ما عادوش موجودين في الزمان ده. يلا بالإذن. تحب أوصلك؟ لا متشكر، أنا عارف سكتي كويس. أشوف وشك بخير. ايه يا نعيم بيه؟ ايه رأيك؟ الواد ده بيفكرني بنفس زمان، دمه خفيف وذكي ولماح وخبيث وعينيه كلها مكر. تصدق يا رشا، انا مش عارف مين فينا اللي كان بيدرس التاني، أنا اللي كنت بدرسه ولا هو اللي كان بيدرسني؟ أيوة، بس خلي بال حضرتك إنه النوع ده يخوف. هو من جهتي يخوف، بس يخوف الأغبياء. الواد ده ممكن يبقى مفيد جدا لينا لو عرفت أسيطر عليه وبرمجه في نفس الوقت. ممكن يبقى خطر جدا علينا. افهم من كده ان حضرتك لسه ما قررتش لو كنا هنضم لرجالتنا ولا لا؟ والله لسه مش عارف يا رشا، رجالتنا خلاص كبروا وريحوا وشبعوا ورحرحوا، والشغلانه بتاعتنا ما ينفعش فيها الكلام ده. شغلانتنا عايزه رجاله مفتحين ومصحصحين على طول، رجالة قلبهم ميت، وكل المواصفات دي موجودة في الواد اللي اسمه حرب ده. واضح ان حضرتك معجب بيه وهتديله فرصته. يعني افكر اني اجربه في كام عملية كده
ولو نفع انطقه لفوق وابقى كسبت فيه ثواب، وساعتها يبقى يساعده ويهنيه.